السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا من كل مكان بفيديو جديد. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. إيه النهاردة؟ فيديو مختلف شوية. اشتريت شوية حاجات من ماوي، حاجات منظفات وفي حاجات توابل واكل وكده. طبعا واحدة عزيزة عليا يعني قريبتي فقالت لي يا شيماء نفعيني، فمن ضمن الحاجات اللي اشتريتها جبت لقمة القاضي او العوامات او الزلابية او زي ما بنقول عليها. طبعا احنا كلنا شاطرين وبنعملها في البيت ومكوناتها بسيطة جدا مش محتاجة، بس حبينا نجرب ومش هنخسر حاجة يعني. هو حبيت ان انا اشارك معاكم التجربة. اول حاجة ده شكل العلبة، طبعا ابني كان بيحاول يفتح فيها، قطعها كده قطع عشوائي. فهي دي شكل العبوة من الداخل الكيس ده. طبعا الكيس دي الحاجات اللي هي المجففة، يعني ايه؟ يعني ده الدقيق والخميرة والسكر واللي هي رشه الملح البسيطه، وهم حاطين عليها لون زي الكركم كده، لون اصفر طبيعي. تمام، دي المكونات الموجوده. وايه اللي هتضيف ايه بالظبط؟ هنضيف كوبايه ميه بس تكون دافيه، وهنضيف 3 معالق كبيره من الزيت بس كده، وهنعجنها وهنسيبها تريح ساعه. يلا مع بعض كده نبدا. بسم الله. هنجيب عند الطبق او البوله، طبعا هي العبوه دي وزنها 200 جرام، يعني مش جايه كمان ربع كيلو، حوالي ربع كيلو. تمام، حطيت كده المواد الجافه، وده الكيس جاي معاه، ده كيس الخميره هنضيفه برضو. هجيب المقص اهي، خميره فوريه. كل اللي هضيفه كوبايه ميه، الوزن بتاعها 250 جرام. طبعا دي ميه دافيه بس، عشان لو سخنه قوي هتقتل الخميره، ما ينفعش برده عشان مش هتنشط الخميره. بسم الله، هبتدي كده اقلبها كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، وهضيف بقى 3 معالق من الزيت. دي واحد، 2، 3، وهقلب بقى تاني كده كويس. طبعا هي دي كده المقادير زي ما هما قايلين بالظبط، لا زودت حاجه ولا قللت حاجه، زي ما مكتوب على العبوه. ونشوف كده النتيجه بتاعتها تكون ايه. طبعا دلوقتي هجيب ستريتش وهغطي عليها بس كده، هسيبها بقى لمده ساعه تخمر ونرجع مع بعض تاني. وطبعا عبال ما سبته يخمر عملت الشربات، عشان لازم الشربات او السيرب يكون معايا بارد والزلابية تطلع سخنة انزلها فيه. الشربات ده عبارة عن كوباية ونص من السكر معاها كوباية مية، وحطيت عصرة ليمون عند الغليان وسبتهم 5 دقايق، ومطفيت حطيت فانيليا بس كده. بصوا كده يا حبايبي، كده شكلها بعد ما اختمر. طبعا انا سبتها ساعة ونص مش ساعة بس، عشان بس ان احنا في الشتاء بتاخد وقت شوية في الاختمار. اختمرت طبعا خالص اهي معايا. طبعا هنا حاطه زيت، زيت غزير كده ما يسخن عشان انزل فيه، ومعايا طبعا معلقه. ومجهزه هنا برضو عندي ورقه مناديل المطبخ عشان لما تطلع اصفيها من اي زيت زياده فيها، وبعد كده هنزلها على طول عندي في الشربات البارد. الشربات طبعا بارد تمام. والمعلقه دي طبعا اغمسها في الزيت، شويه زيت صغيرين عندي كده بين كل واحده والتانيه. ممكن اخدها كده بين ايديا واقطع كده بين كل واحده والتانيه، اقوم عايصه المعلقه زيت اهو كده يا جماعه في الزيت، ما شاء الله كده كلها مدوره كده. وبقلب كده ما بتديني اللون الجولد الفاتح الذهبي. طلع صفها كده على الزيت وعلى طول في الشربات. قليت خلاص انا لقمه القاضي وصفيتها من الزيت وحطيتها في الشربات، وكمان حطيتها في مصفى عشان تنزل اي شربات زياده فيها. وشايفين معايا طبعا لونها ذهبي جميل، جولدن وكريسبي. وكمان انت ممكن ما تحطيش شربات لو حابه، ولو عايزه تضيفي بس سكر بودر. وبتزينها بعد كده بقى اما بجوز الهند، انا هضيف هنا جوز الهند، او ممكن مكسرات او قرفه على حسب ما تحبي. ندوق بقى. بسم الله، مقرمشه كريسبي جميل قوي جواها كده الشربات. يعني هي عامله كميه حلوه، وكمان الاولاد كلوا حواليها كده وانا بقلي، يعني تجربه حلوه مش وحشه، كويسه قوي. طبعا احنا عارفين احنا شاطرين وممكن نعمل كده، ومقاديرها بسيطه في البيت، بس حبيت اشارك معاكم التجربه. يا رب الفيديو يكون عجبكم. الى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.